ما هلا وصلنا لمحطتنا الأخيرة ومساحتنا الطبية لليوم، رح نحكي فيها أكثر عن الغدة الدرقية، طبعا أسباب الإصابة فيها والأمراض اللي ممكن أيضا تتداخل مع الغدة الدرقية وكيفية المعالجة، وهل هي ممكن ترتبط بالإصابة بالأورام وغيرها من التفاصيل والأسئلة الشائعة اللي رح تجاوبنا عليها طبعا ضيفتنا بالاستوديو دكتورة سوسن خليل، وهي اختصاصية في أمراض الغدد والسكري. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم وصباح كل مشاهدين أخبار السورية. يسعد صباحك. يسعد فيك دكتورة. بداية خلينا نعرف مصطلح الغدة الدرقية كمصطلح طبي، وشو هي أهم الوظائف؟ هلا الغده الدرقيه هي غده سماء تتودع في مقدم العنق، يعني هون بالرقبه قدام الحنجره. هي عباره عن قسمين فينا نقول، الفص الايمن والفص الايسر، وبيناتهم في جزر هو بيفرز، يلي بيسيطر عليها عاده الغده الماستر او الغده النخاميه يلي بتكون بالدماغ. هي بتفرز شيء اسمه TSH، هذا بحرض الغدة على افراز هرمون الغدة الدرقية يلي هو التيروكسين، ونحن بنعمل له تحاليل عادة الفري تي 3 وفري تي 4 او تي 3 الحر وتي 4 الحر، بنعمل الحر ما بنعمل العادي لانه العادي بيكون مرتبط بالبروتين. هي بشكل عام شو وظيفتها بالجسم؟ وظيفتها بالجسم هي المحرك او الدينامو يلي بيعمل استقلاب بكل الجسم بدءا من الشعر حتى القدمين. يعني هي بتاثر على الاستقلاب بكل خلايا الجسم، فلذلك بنعتبرها هي المحرك بكل جسم الانسان. نعم دكتورة سوسن، يعني في كتير خلينا نقول شيء شائع معروف انه الناس بتشوف اللي بيكون عندهم شوي هيك سمنة عند الرقبة بهي المنطقة فبيقولوا انه هن عندهم غدة، وفي ناس لا ما بيظهر هذا الشيء على رقبتهم ولكن ممكن يكونوا عم بيعانوا من اضطرابات بالهرمونات اللي بتفرزها الغدة الدرقية. شو هي خلينا نقول اعراض اللي بتظهر واللي لازم الشخص يبلش يستقصي اكثر شو سبب هاي الاعراض وهل لها علاقة بالغدة او لا؟ هلا ذكرتي شيء كثير هام، نحن كل العالم عندها غده كلها، ولكن الغده الدرقيه في حواليها عضل وفي بعدها جلد ونسيج شحمي، عاده لا تظهر للعيان. يعني انا لما بدي اشوفك ما بشوف انتفاخ، لما تتضخم ولا يصير فيها شيء بنسميه طبيا سلعه درقيه او عقد درقيه وقتها ممكن تظهر، وحتى ممكن تتضخم بس لجوا او تصير في عقد لجوا كمان ما تظهر. هلا انا على طول بخبر المرضى انه بدنا نميز بين حالتين، حاله ميكانيكيه غده كبرت وحاله الافراز. ممكن الغده تكبر كثير ولكن الافراز يضل طبيعي، وممكن الغده تكون ما مبينه ابدا ولكن في عندي خلل بالافراز، سواء نقص افراز او زياده افراز. نقص الافراز يلي بنسميه هو قصور الدرق، زياده الافراز هو فرط نشاط الدرق. هلا لجاوبك على الشطر الثاني من السؤال، الاعراض. هلا هي قلنا انه بتتدخل في كل استقلاب الجسم والخلايا بالجسم، فلذلك هي مثل الدينامو. فإذا لما يزيد إفراز هرمون الغدة الدرقية اللي قلنا هو اسمه تيروكسين، رح يساوي لي خلل بالحرارة، بحس المريض إنه مشوب. هو بالحقيقة إذا حطيتي له ميزان حرارة ما رح تكون مرتفعة، بحس برجفة، بحس بخفقان، استقلاب عم يزيد. فإذا كل شيء هذا له علاقة بالاستقلاب، ممكن يصير زيادة تعرق، ممكن يصير جلد أملاس، كله هذا تساقط شعر قلنا يعني تؤثر على كل الجسم من فوق لتحت. العكس تماما، وبصير عصبية ونرفزة وبصير بعصب، وممكن يصير بداء غريف جحوظ بالعين، هذا أحد أنواع فرط النشاط. أما القصور بالعكس تماما، نقص بالاستقلاب، فإذا المريض هادي ما عم يقدر يقوم، تعب، كسل، عم ينام كثير، مكتئب. الاكتئاب كثير صفه لقصور الدرق. ممكن يصير عنده بروده بالاطراف واحساس بالبروده، اوكي، وهو تماما مثل ما قلت لك الحراره كلها احساس، احساس لانه حتى الهرمون الغده بياثر على
تنظيم الحرارة بالجسم. ممكن العرض اللي كتير هام طبعا كمان القصور بيأثر على الجلد، بيساوي خشونة، بيساوي سماكة بالجلد، بيساوي خشونة بالشعر. العرض كتير هام هو يلي بنسأله عند السيدات اضطرابات الدورة التمسية. طبعا الغدة بتأثر سواء فرط ولا قصور. إذا فرط نشاط ممكن يصير قلة بالدورة التمسية، وإذا بالعكس إذا في قصور ممكن يصير نزف بالدورة التمسية. تمام. خلال حديثك ذكرتي أنه في عنا قصور بالغدة الدرقية وفي عنا كمان فرط نشاط بالغدة الدرقية. كمان نسمع اليوم بمفهوم الالتهاب بالغدة الدرقية أو أورام وعقد، شو المقصود بهذا المصطلح؟ هلأ الالتهابات الغدة الدرقية هي عبارة عن عدة أنواع. ممكن التهاب حاد فيروسي مثل ما بيصير رشح الإنسان عنده بتلتهب الغدة، التهاب حاد. ممكن في شيء بنسميه التهاب تحت حاد، وفي التهاب مزمن، هذا الهاشيموتو يلي عند السيدات بنقول التهاب درق مزمن. الالتهابات الغدة الدرقية ممكن شو تساوي؟ الغدة لما تلتهب أول عرض الألم، لما تجي تحطي إيدك نفحص المريضة فورا بتصرخ من الألم. فإذا الألم أول عرض. الشغلة الثانية للالتهاب اللي كتير العلامة، ما عرض علامة، ارتفاع سرعة تسفل الدم. لما نعمل اختبار سرعة تسفل بنلاقي مرتفعة. مثل ما حكيت هو التهاب فيروسي، مع الشرط انه الكريات البيض ترتفع. هلأ شو بتعمل الالتهابات؟ الالتهابات لما تلتهب الغدة الدرقية ممكن تفرز وترجع توقف. اوكي، يعني اول شيء بتفرز دفقه من التيروكسين، بيقوم المريض بيصير عنده فرط نشاط درق. هذا ما بنعالجه مثل فرط نشاط الدرق بمضادات الدرق، لا، هذا مجرد بنعطيه البروفين ولا هدول المضادات الالتهاب البسيطه بتزبط. بعد ما تفرز هالدفقه ممكن يصير عندهم قصور لمرحله معينه، وممكن يستمر اذا كان في هاشيموتو، وممكن لا يوقف ويرجع الغدة لطبيعتها بس يزول الالتهاب. أما بالنسبة للعقد الدرقية، العقد الدرقية هي ممكن نكشفها صدفة. المريضة بتجي لعنا بتقلنا أنا حاسة بخنقة ولا شيء، بنقوم نعمل لها إيكو بنلاقي أنه في عقد درقية. وممكن مثل ما حكينا أول شيء أنه يكون ظاهر في تضخم، وبنعمل إيكو بيطلع عقد درقية. العقدة ممكن تكون مفرزة، يعني تعملنا فرط نشاط، وممكن لا، ممكن نحن نعمل كل التحاليل ما فيها شيء ولكن في عقدة درقية. هاي إلى جايد لاينز معين، يعني حسب حجمها حسب طبيعتها ممكن إنه نستقصي أو إنه نراقب. طيب دكتورة سوسن، خلينا نسمع دائما إنه أحيانا الأشخاص اللي ما بيلتزموا بأدوية الغدة الدرقية ممكن يتعرضوا للإصابة بأمراض خطيرة أو أورام خطيرة مثل الأورام السرطانية. هل حقيقة في ارتباط بين هذا الموضوع أو الإصابة أساسا إن كان بالفرط نشاط الغدة أو قصورة ممكن يؤدي أو يكون مؤشر للإصابة بالسرطان؟ هلأ نحن بالنسبة لنا كدراسات، نحن بنتبع دراسات. هلأ قصور الدرق إذا المريض ما التزم بمرضه بدواء ممكن يفوت بمرحلة كوما بنسميها، انه ما بيقدر يقوم ابدا، وممكن يصير في تعب شديد في هالاعراض، ولكن لا يصل لانه يصير اورام. نفس الشيء فرط النشاط، فرط النشاط اذا ما التزم ممكن يصير عنده قصور قلب، ممكن يصير عنده مشاكل اخرى لانه القلب عم يشتغل كثير تسرعات، ولكن الاورام لا، ما لها علاقه، الاورام الى شيء ثاني. تمام. خلينا نحكي أكثر عن بعض الأنظمة الغذائية اللي ممكن يتبعها مريض الغدة الدرقية. هلأ الأنظمة الغذائية بشكل عام ليست لمريض الغدة الدرقية، للناس العاديين. يعني الناس العاديين حتى ما يصير عندهم إصابات بالغدة الدرقية لازم يكونوا عم ياخذوا كفاية من اليود، كفاية من السيلينيوم، كفاية من كل الأغذية يلي نحن الغذاء المتوازن بنسميها. قبل الهواء كنت عم تخبرينا عن بذرة اللي خبرتينا عنها ممكن مفيدة للمرضى الغدة. أي هي أول شيء لقلك أول النشويات، كمية البروتينات، الخضار،
كله هذا اللحوم هذا كله غني بالمواد الطبيعية وال المأكولات البحرية والملح الميودن هلأ صار في يود، لا أفراط ولا تقليل. هلأ إذا قللنا اليود بنشوف إنه الناس صار عندها سلعة درقية أو ضخامة، إذا زودنا اليود ممكن يصير فرط نشاط درق. فإذا الحمية لكل العالم الأشخاص الطبيعيين، أما حمية لمريض الغدة الدرقية. هلأ القصور حكوا إنه البروكولي والمدري شو والملفوف وهالقصص، هاد للناس اللي ما عندهم أمراض لازم، ما يعني ما عندهم مشاكل غدية لازم ما يزودوها مشان ما يصير عندهم مشاكل. أما لما يصير مريض عنده مرض مناعي هاشيموتو، هذا علاجه حصرا بالألتروكسين. الألتروكسين ما بيتداخل مع الملفوف ولا البروكولي ولا غيره. هي أولا. هلأ الأدوية تبع الغدة تبع القصور بتتداخل بالحديد بالكالسيوم بالألياف. لهيك نحن بننصح أنه إذا مريضة عندها قصور درق لازم يكون في فترة فاصلة بين الحديد والكالسيوم ودواء الألتروكسين حوالي 4 ساعات أو أكثر، وبين الأخذ الدواء والأكل لازم يكون في نص ساعة مشان الألياف بتمنع امتصاص الألتروكسين. السيلينيوم هلأ عم يحكوا عليه كتير إنه بيفيد بمرضى فرط نشاط الدرق مشان الجحوز وهيك، ولكن برجع بقلك كل دراسات يعني نحنا أي شيء زيادة بيأثر بالعكس سلبا. فإذا نحن بدنا يكون غذائنا بشكل عام متوازن. أكيد. طيب دكتورة، في كتير أقاويل بتربط بين زيادة الوزن أحيانا والنحافة الشديدة وبين الغدة الدرقية، هل هي الأقاويل صحيحة؟ هلا أنا نسيت طبعا نوه عن هي الأعراض، هي عرض مهم كتير بس ما نوهت عنه. الفرط النشاط الدرق، المريض بياكل كتير وبينحف. ليه؟ لانه في شغل، في استقلاب بالجسم، ما رح يعالج حاله. أي بالعكس، فرط القصور بتقلك ما عم باكل وعم بسمع. صحيح. ولكن بدنا ننتبه لشغله، انه السمنه مو من انا صغيره سمينه هلا بدي افكر انه ممكن يكون عندي قصور درق. طبعا قصور الدرق مثلا سمنتي خلال شهرين ثلاثه 6-7 كيلو 10 كيلو، ها بنفكر بقصور الدرق. اوكي، عملنا دايت ومنحفنا بنفكر بقصور الدرق او عوز الفيتامين دي. بينما السمنه الزياده هي لا، ما لها علاقه. طيب دكتوره، بالنهايه بدنا نصائح من حضرتك. هلا النصائح بشكل عام، اول شيء مثل ما حكينا الغذاء متوازن، لا يكون زياده باليود ولا نقص، ونفس الشيء السيلينيوم، ونفس الشيء كل اللي هلا عم نحكي فيهم، البروكولي الملفوف، مو كل يوم ناكل سلطه ملفوف، وقتها ممكن انه ناثر على انتاج وافراز التيروكسين ويصير عندي قصور درق. هي اول نصيحه. النصيحه الثانيه لمرضى القصور، لازم على طول يتابعوا، لانه ممكن اي تغيير دواء، تغيير من شركه لشركه عم تفرق معنا، انه فجاه بيختل عندك تي اس اتش وبيرجع بيرتفع. لازم تتابع مع طبيبها المعالج كل 3 شهور على الاقل. فرط النشاط هو علاجه مثل ما حكينا بمضادات الدرق او الجراحه او اليود المشع، كمان لازم يتابع مع طبيبه المعالج كل شهر لشهرين، هو الطبيب بيحدد له. اما انه ينسى ويضله عم ياخذ الدواء طول الوقت، هذا غلط. هلا اهم نصيحه برمضان شهر الفضيل جايينا مشان الالتروكسين، كل يوم بيجونا المرضى انه ايمتى بدي اخذ حبه الدواء. نحن عاده بناخذها على الريق وبنضل نص ساعه بدون اكل ولا قهوه ولا شيء. برمضان رح ناخذها قبل السحور بنص ساعه، وبشرط انه على الساعه 12 نوقف اكل، يعني يكون المعده فاضيه 4 ساعات حتى يمتص صحيح. هلا في مريضه اجت قالت لي لا انا باخذه قبل الفطور وبنطر نص ساعه، هذا يعني انا بتوقع انه اللي صايم ما رح يقدر ينطر، ولذلك بننصحهم انه ياخذوها قبل السحور بنص ساعه. طبعا الامراض الغده الدرقيه امراض بسيطه وبشكل عام ما بتخوف، ولكن تحتاج لمتابعه مع الطبيب. صحيح. المعالج. صحيح. بالختام نتشكرك دكتوره سوسن خليل على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى اكيد الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا.